مرحبا، اليوم بنسوي عصير شمندر صحي ولذيذ بثلاث مكونات، وهذا الفيديو اهداء لاطفال الشارجة. خلنا نبدأ. مكوناتنا هي شمندر، جزر تفاح، وبنحتاج عصارة. والمكونات اللي بستعملها كلها وايد مفيدة، فإذا جمعناهم مع بعض يصير فائدة العصير وايد وايد عظيمة. وتقدرون تضيفون عليه شوية زنجبيل، بس أنا ما أحب الزنجبيل لأنه شوية حار علي وعلى الأطفال فما بضيفه. أول شيء بحط الشمندر في العصارة، والحين بشغل الماكينة. وببدأ أضيف كل المكونات في العصارة. وشي عصيرنا جهز، وممكن تضيفون له ثلج أو تكون فواكه باردة. وبالعافية.